انا مش انا حابب ابتدي بمدام مريم الاول عشان ده طفل صغير 8 سنين. هي بتقول لحضرتك ان هو اتخبط في مناخيره فنزف، فبعد كده بس مجرد خبطه بسيطه ينزف بينزف. تاني. هي ما راحتش للدكتور، هي راحت بس للدكتور الصيدلي. حضرتك تنصحها بايه؟ انصحها الاول اتاكد ان الخبطه ما حصلش فيها كسر، لانه لو هي فيها كسر فعلا مش هيحصل التئام ولا هيوقف النزيف. لازم نعالج الكسر ده سواء نوضه مكانه او كده. لكن لو كانت مجرد خبطه عاديه وحصل انه في عرق اتفتح في المناخير، للامانه هيفضل ينزف كل شويه، وده محتاج تدخل نقفله، العرق ده يتقفل يتكوي جراحه يعني. بس يا مدام مريم، ابنك محتاج يروح لطبيب صح كده؟ ده محتاج يتكوي غالبا. بس يعني للأنف. تعمل اشعه الاول عشان تتاكد مفيش كسر صح كده؟ هو الطبيب هيعرف ان يروح للكسر هيظبط الدنيا. لو معاه منظار او كده بيبان انه هل ده في كسر ولا لا. لو في كسر يبقى طبعا لازم يوضوا الاول.